بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم يا ضيوف اليوتيوب في رياض جديدة، بس هذه المرة بفلوس. كانت أول جواهر، الحين ما يمزحون بفلوس. يعني حتى الجواهر أصلا تصرف الأخير، تصرف تخلص جواهر، فمفروض يعني نفس الشيء، هي جواهر هي صرف الأخير يعني بتخلص. يعني هو إذا خلصت وشاف شيء، مثلا واحد يبغى شيء مثلا بعد ما خلص جواهر أكيد بيدفع فلوس، يعني بالأخير نفس الشيء. والله الريهات ذي شكلها حلو، يعني الألوان كذا مرة متناسقة، الألوان الأخضر ذا يعني في ما أدري إيش البطاقة ذي اللي حاطينها، ما أدري هوغ رايدر، والبطاقة الثانية ما أدري ما أدري إيش، يعني راكب الخنزير. يعني من الصور حلوة، والدولار يعني يمكن تقول شيء بسيط، ما أدري إيش سالفة الكحة إذا. كيف ما يفهمون كاتبين يوتيوب الناس ذولا كيف تفهم، يعني كات يعني لو كاتبين مثلا اف اف جي كاتبين يوتيوب اف جي، يعني وش معناها؟ يعني بس ما ادري، اقول يعني زين انه قرا، يعني في ناس تدخل والله تقعد بالشهور ما تقرا، ما تدري انه اصلا في 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 قناة وفي وصف. انه انا شايف انه ما حد جاء الا القليل من القبيلة مثلا، خاصة بالشهرين الثلاث الأخيرين، هذا واضح. يلا بسم الله. توب جوردن، يلا أردني، واليوم ما أدري وش زواج ولي العهد الأردن، ما أدري إيش اسمه، نسيت اسمه، حمزة بن عبد الله ما أدري. لا تقول لي ذا بيكا، ما أدري. جهز الأسهم، ترون السهام كذا بعيدة شوي، يا ليل يا ليل، ترون السهام على الأقل عطانا جلد محترم، يعني نقول العشر. والله اقسم بالله قلق، والله قلق، والله قلق، اقسم بالله. ول يعني ما ادري النوعيه هذه اللي تجيني كل شوي، كل شوي خصوم معبين كل تشكيلاتهم وكل بطايقهم، شيء غير طبيعي، والله شيء غير طبيعي. لا طيب، والله تو ماتش. ايش ذا؟ هذا على الأقل ما في ضرب كثير، أنا خاف يعني يرمي علي كرة نار، أنا هذا الخوف طبعاً أكيد. والله بتخرب، يعني الموضوع بيخرب. ظريف هذا الأردني، هذه مشكلة مدق المعركة طبعا، إذا طار الناب بالخنزير حتى. الله يعين، أقسم بالله قلق، خطة وقلق.
مليان مليان مليان. وجع ايش صار لرام السهام؟ ايش صار يعني هذا الناسك المعفن طبعا يضرب من جهتين. حلو 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 حلو. هذا التفت للقاطعة وترك البيكا لأنه يعني الحمد لله يعني أبعد شوي لأنه بيصير ضرباته زي البيكا هذا إذا نسخ ضربات البيكا نفسها. هذا اللي يقلق يعني برم بالناسك. حلو 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 روعة كفو ظريف خصم ظريف. أم عاد إيش فيها الأسهم صايرة ضعيفة؟ هذه أول مباراة زي كذا كمية قلق كمية غثاء. ناس ما عندهم خبرة باليوتيوب. مرة أعوذ بالله ما بك له خطة طبعا إلا الجذع. مرة صعب والله مرة صعبين جدا صعبين. هذا الناس كانوا قاعد يلعب بيكا تقريبا بمواجهة البيكا. هذا على الأقل قاعد يلعب من البداية مستر برو. يا ليل يا ليل أبو القرف والله العظيم قرف. نحن وش الفائدة؟ أنا قاعد ألعب زي خطتي تقريبا إيش استفدت؟ إيش استفدت؟ ما تعرف والله. الظروف مؤاتية إن شاء الله ممتازة الآن بدون يعني بدون معاق كثير ضد البيكا الحمد لله. بس لازم أقلق لأنه عنده قاطعة عنده شبع ما في خوف كثير من الشبع. المفروض ما كنت خفت كثير منه بس الاحتياط واجب. ضاري بيك سبام ما فيها مزح الله يعين. بس بدق المعركة طبعا لا ننسى بدق المعركة بيكون قلق.
والله مشكلة كذا، لأنه أنا قاعد ألعب البيكا وبتورط، فالله يعين. الله يعين بس. والله الله يعين الله يعين الله يعين، ما أدري إيش بسوي. طيب بحجم لازم أحجم. حلو، روعة روعة روعة. بيك سبام ضد بيك سبام وانتهى الكلام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أوه. جدا رعب، جدا كذا رعب. يلا بنشوف الناس اللي متشارك. هذا مثلا كابو، ايش هذا كابو، ايش هذا؟ طيب مستوى 40، ما ادري بدأ يشارك بالحرب. ممكن ممكن جيرمانو ايتو 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 لو 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 رجع النت. عندنا ما ادري ايش ذا الفصل اللي جت فجأة. لا لازم حركة خبيثة، لازم حركة خبيثة، لازم وجع الله يلعنهم. بس الله ياخذكم، لازم حركة خبيثة. مراية مع هياكل، الأشكال هذه لازم لها سياف، لذلك الله يلعنكم يا شيخ. معليش إذا تلعين، يعني اللعبة والله وضيعة، والله وضيعة. شافوني أفوز مباراتين وكذا، هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا اللي بعده يعني. والله لعبة وضيعة، والله لعبة وضيعة، أقسم بالله. الله يعين بس. مرايا مع برج نار مع هياكل، يعني تصور والله العظيم وضاعة وحقارة وملعنة و يعني شيء سيء والله. مراية مع غضب، حلو حلو حلو. نعوذ بالله، هي فرصة، هي فرصة، لازم لازم. أنا يعني ممكن تقول ليش القاطع ما بقى فيها شيء، لكن فرصة جت الفرصة خلاص، يعني حاول. أعوذ بالله، لأنه يعني عندنا برج نار، عندنا مراية، عندنا فالكيري وهياكل، وضع مرة صعب.
والله العظيم اقسم بالله لعبه ملعونه، لعبه حقيره ومعفنه لعينه جدا. ما ادري بيلعب مرايه على الفالكري، يمكن اكيد. الحمد لله. اعوذ بالله، بس اعوذ بالله من هاللعبه. اعوذ بالله بس، يا الله يا الله، جنان والله جنان كميه الاستقعاد. ممكن يعني نكمل، الله هو أعلم. طريق صعب، طريق صعب. انتم شايفين من بيكا لبرج نار قاعد أفوز، فلذلك يعني يعني نظام اللعبة كذا، وضاعة اللعبة كذا، وحقارة اللعبة كذا، لذلك يعني هذا هم برج نار أكيد، لدام ياباني وغيلان أكيد، وال ضيعين يعني هذا الصعب بيكون ميجنايت، بيكون صعب لدام ما في سياف. نلعب البيكا لدام، نلعب الغيلان، نلعب تنين النار، هذول نلعب. اوكي والله العظيم اقسم بالله، ول 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 ايش ذا، والله العظيم ضيم، والله والله ضيم. تنين نار مع بيكا، مع ما ادري ايش بعد ممكن يعني يكون مع غيلان، لذلك ما اعرف يعني هل بتكون فرصه العب من دقه المعركه. لا تقول لي برايا بعد، لعبه وضيعه والله، والله لعبه وضيعه، والله لعبه وضيعه. حول ولا قوة إلا بالله. هذا القلق، هذا تنين النار جدا قلق بعد المباراة. نلعب القاطعة عشان أوفر ثلاثة أكسير، ممكن نحتاج سحر الكهرباء الله أعلم. ول كيف اللعين، ول 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 يا اخي ايش ذا اللعبه، وش ذا اللعبه، وش ذا اللعبه، يشوفونك تفوز زي كذا فجاه، تني النار مع بيكا. مشكله هنا حاطنا تصويت اصعب بطاقه، مره الوضع مره صعب. كريم ما يبغاك تضرب ولا ضربة حتى، رهيب رام السهام، لحظات سهامية رهيبة.
قهر والله. إذا فاز الحين قهر. محترم على الأقل. مرة صعبين والله، مرة صعبين. استقعاد، أنا أشوف أنه قاعد بس غريبة ملعب البيكا بالأخير، يعني حتى أنا ما لعبت البيكا بالأخير. بالأخير كانت مواجهة بين غيلان وفالكري، ويعني تنين النار والغيلان وما اللي يعني، هو لعب الخفيف وأنا لعبت الخفيف ندق المعركة القاطعة. فلذلك يقول لي يعني حرام يلعب البيكا عشان قاطعة أو شيء زي كذا. مرة صعب، جدا صعبين. تخلص من برج النار يجيك بيكا وتنين النار مساحة الكهربائي. اختبارات للبيكا سبام اختبارات مرة قوية، بالذات هذا برج النار ومراية، بعدها تنين النار وبيكا بعد نفس الشيء، يعني موضوع صعب. قبلها بيكا سبام، 4 انتصارات تربح، وهذه الخامسة أيضا قبل 3 أيام. فماشين صح بالبيك سبام إلى الأمام، إلى الأمام. المحترف 3 بعدين عشان يعني أرتاح وما يكون الفيديو طويل مرة عشانكم. نقول ونودعكم حاليا إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.